واعلم بأن الإرث نوعانهما. الإرث ينقسم إلى قسمين، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، إرث فرض وإرث تعصيب. إرث بالفرض نبدأ به إن شاء الله تعالى، وإرث بالتعصيب يأتينا. إرث بالفرض، الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، فروض مقدرة في كتاب الله ستة. قلنا العلم هنا يدخل إيش؟ مرتب، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، هكذا تحفظ. بسم الله. نصف، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. تمام، نصف ونصف، نصف ربع ونصف الربع ثمن، ثلثان، نصف الثلثان ثلث، ونصف الثلث سدس. نصف ربع، قوم يا رجل. نعم، نصف ربع وثمن، نعم، وثلثان وثلث وسدس. الحمد لله، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، خلاص ترتب على هذا، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. طيب، نعم، كم بقي؟ ها الشيخ حمود، كم بقي إخوان؟ على الفجر؟ وعلى الفجر؟ الحمد لله. طيب، عندنا أصول مسائل، اقرأ هذه وبعدين نأخذ أصول المسائل. نعم. واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. نعم، الآن فرض وتعصيب، وبدأ بالفرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها، بدأ بالفرائض، ثم ما بقي فلأولى رجل ذكر تعصيب، فنبدأ بالفرض. نعم. فالفرض في نص الكتاب ستة. هذا العلم، يقول الفروض ستة حتى تحفظها، مفهوم؟ أركان الصلاة 14، ستة، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. نعم، لا فرض في الإرث سواها البتة، فقط هذه الفروض الستة. نعم. لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع ثمن، نعم، والثلث والسدس بنص الشرع. نعم، والثلثان وهما التمام. فاحفظ فكل حافظ إمام. نبهك الآن، تحفظ إمام وإلا سوق الخضار، سوق الخضار ما يحتاج حفظ ولا شيء، صحيح؟ اي نعم، تحفظ تحفظ ما في كلام. نعم، ونبهك الى هذا. طيب، الان نراجع ثم نبدا بالدرس الجديد. نعم، نعم يا اخي، ماذا اخذنا؟ اي شيء اخذناه وانت قائم، ارفع لي صوتك. عندنا نص، نصف، نصف، وربع وثمن، وربع وثمن، ثلثان، ثلث، سدس. الله يفتح عليك، هذا ايش اسمها؟ هذه الفرائض الستة، الفروض المقدرة في كتاب الله ستة. الله يفتح عليك، لو قال لك قائل الفروض المقدرة سبعة تقول خطأ، كم؟ ستة. ما عندنا كلام. نعم، اي شيء اخذناه من البداية، من النهاية، من الوسط، من اي شيء. بدأ بالبسملة، لماذا؟ لأن اقتدام بالكتاب العزيز، اقتدام بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، اقتدام بعلماء السلف، تيمن تبرك البدأ بسم الله. نعم، ها أنت شو؟ إيه نعم، نصف وربع، نصف وربع وثمن، ثلثان، ثلث، سدس. تمام، عشان ما تجلس آخر الصف. نعم، موانع الإرث ثلاثة، رق وقتل واختلاف دين. الرق رقيق، والقتل قاتل، واختلاف الدين كافر، نصر عليه السلام، يهود ونصراني، يرث من المسلم اليهودي كافر، اللي يشك في كفر اليهود والنصارى هو كافر أصلا، كفر أكبر. الله يفتح عليك. نعم الشيخ. أسباب الإرث ثلاثة، السبب الطريق الموصل إلى الميت حتى ترث منه، و نكاح ولاء ونسب. النكاح يرث به من؟ الزوج إذا ماتت الزوجة، والزوجة فأكثر إذا مات الزوج، والولاء
العصوبة العتق، والنسب هو القرابة يرث به ثلاث أشياء. في عندك محامي هنا يا أخوانا؟ ما حد يتكلم. في محامي؟ عينت أحد؟ الحمد لله، الله يفتح عليك. فروع وأصول حواشي. نعم، عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لماذا بعد أن بسمل وحمد الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لماذا الآن عندما نبدأ تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول؟ ليش؟ ليش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنة صحيح، وغير السنة سبب. كل خير يلحق هذه الأمة سبب النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ورفعنا لك ذكرك، هذا من رفع الذكر، صح أم لا؟ ما تدخل في الإسلام حتى تشهد أن محمدا عبد رسوله بعد شهادة أن لا إله إلا الله، صح أم لا؟ الله يفتح عليك يا شيخ. نعم أخي. إيه؟ حتى ما يعني ما حد يجلس في آخر الصف. في كتاب الله قالوها. إي نعم. إي نعم. 10 بنت، بنت الابن، بنت البنت لا ترث، اتق الله يا رجل. بنت ايش؟ بنت الابن، الام، جد لام، ام الام، وجد لاب، ام الاب. بنت الولد ايش؟ بنت الولد. يا رجل بتضيع لنا الفرائض، الله هداك انت. اعطينا الاخوات الان. أخت إيش؟ شقيقة. أخت لأب، أخت لأم، رقيقة. الرقيقة والله ما ترث، والله ما ترث. محامي؟ محامي أنت؟ عينت هذا؟ الحمد لله. تكلم. ها، زوجة ومعتقة، مطلق ولا إيش؟ سبحان الله. عيد من جديد. بنت، بنت الابن، الأخت. يا أخي فروع أصول حواشي. بنت الابن، الأم، الزوجة. لله وإنا إليه راجعون. عيد يا أخي أنت، بعدين أنت تعيد. بنت، بنت الابن، والأم، وجد لأم، وجد لأب، أخت شقيقة، أخت لأب، وأخت لأم، والزوجة. شوف هذا ما هم متزوج الحمد لله وعدهم. بنت، بنت الابن، الأم، جدة لأم، وجدة لأب، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، الزوجة المعتقة. مثل اسمك. هيا يا شيخ. ايش تذكر لنا أنت؟ انقسم الإرث إلى قسمين، إرث بالتعصيب، إرث بال قبل التعصيب أول فرض. الله يفتح عليك، هكذا رتب. وارثين، الوارثين ذكور. نعم، ما قلنا وارثات، الله هداك. نعم، الابن، ابن الابن، ابن الابن وابن الابن والنسب. الابن وابن الابن والاب والجد، أب وجد وانعلى. أخ شقيق، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأب، أخ لأم، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، والزوج. الله يفتح عليك. هاي الشيخ، والله اللي تبغى. إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. بقي شيء ما رجعناه؟ نعم. تبين لنا من المبنى أخذ مذهب الإمام زيد رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد، والثاني لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أخذ بقول زيد موافق له في الاجتهاد لا تقليد. الله يفتح عليك. غيره يا أخوانا، غيره. أنا لساعة أتكلم. نعم، أنا أرى أن بكرة تسمعنا، أنا في بعض الناس ما تستوعب الآن.
تعال درس مكاني. تعال 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 هنا. تعال أنا أجاوبك الآن. تعال تعال هنا. اسمع أخوان. ما أنا مدرس أنا وهذا وهذا. ما أحد يسأل السؤال في الفرائض ممنوع. أبد. يقول ما تسأل حتى تتم العلم. إذا تممت العلم تجد أن الأسئلة كلها انتهت. مفهوم؟ إذن السؤال ممنوع. واحد. أنا أسمع لك كل دقيقة، مو غدا، اليوم وبعد المغرب وبعد العشاء وغدا يمكن في المنام أجيك أسمع لك إن شاء الله. طيب الله يفتح عليك. أي نعم لازم تتابع. وأنت خارج الآن اسأل الشيخ حمود، يقول عد. أي نعم اسأله قبل يسألك. السلف كانوا يتذاكر. إن شاء الله أسمع، ما مشكلة. طيب إذن أخذنا المقدمة وأخذنا لا لا هنا هنا عندي عندي لا أترك الكتاب. إيش تبغى الكتاب؟ وأسباب الإرث ومانع الإرث، وارثين وارثات، فروض المقدرة، وقلنا إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. عندنا شيء يسميه علماء الفرائض أصول المسائل. حساب الآن بدأنا الحساب. أصول المسائل. تعال عندنا هنا يا شيخ، قرب علينا. هنا في متكب. أهلا وسهلا. أصول المسائل، من يعرف أصول المسائل؟ عندهم أصول المسائل كم يا شيخ حمود؟ سبعة. اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرين. من يعدها؟ اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنى عشر أربعة وعشرين. من يعيد؟ عيد يا شيخ. اثنين أربعة. وأنت واقف يا شيخ، دورة الدموية خلي تحرك. نعم. اثنين أربعة. اثنين أربعة. اثنين ثلاثة أربعة. اثنين ثلاثة. اثنين ثلاثة أربعة. ثمانية. وين الستة؟ عيد من جديد. اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنى عشر أربعة وعشرين. بسم الله الشيخ. اثنين ثلاثة وأربعة ستة ثمانية. تمام. يا أخي وين الجوائز؟ نعم. اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنى عشر. والله عندي طالب مثلك في المدينة هناك، وفي طلاب كبار معهم دفاتر يحلوا، وهذا يمر على هذا يطل يشوف دفتر يقول خطأ، يقول يا ولد روح العب، يقول أنا ألعب؟ أنت اللي تلعب، هذا مسالك خطأ، أرجع للشيخ خطأ، قل روح العب، يقول والله خطأ. والله يقسم تركات. العلم ما يعرف كبير وصغير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مفهوم؟ لا تقول أنا صغير في العلم، ما في صغير. الصغير هذا اللي ما يفهم، ما تحفظ وتدرس كبير. مفهوم؟ جاء لدرس الإمام مالك ولد صغير. درس الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك لديه واحد متخصص يسمى المؤدب، يسمى المؤدب. هذا يراقب من بعيد، يراقب من الحضور، اللي يلعب شاغب يسحب المؤدب إلى خارج المسجد يضرب. مفهوم؟ ما في يسحب جوال كذا قلم، لا، برا الضرب هنا حتى ما يشعر الإمام. دخل الصغير إلى المجلس، رآه المؤدب، ظن المؤدب أن هذا الصغير جاء ليلعب. طبعا المؤدب ما ينتظر أنه هذا يلعب، قبل سحب الصغير هذا لخارج المسجد 20 صوت. الولد بقي هذا يبكي على باب المسجد. خرج الإمام مالك، الإمام مالك رحمه الله رأى هذا، رأى المؤدب أخرج هذا الصغير ورأى يبكي، فقال له أوجعوك؟ يعني تبكي أن أوجعوك؟ قال لا. غريب، لماذا لا؟
قال أمي صنعت وباعت وكذا، وجئت إلى الإمام مالك لأخذ منه الحديث فضربوني. يعني مظلوم. فقال له الإمام رحمه الله: كم سوطا ضربوك؟ قال: 20. قال: اكتب 20 حديث. فكتب، وبعدها انتهى من 20. قال الولد للإمام مالك: قال يا إمام، زد في الضرب وزد في الحديث. قال: اضربني مو مشكلة، المهم أخذ حديث. مفهوم؟ أما اليوم في بعض الناس يبغى يضرب بعض المشايخ، صحيح؟ نعم. طيب، من يعيد لي الأصول السبعة؟ أصول المسائل، فروض مقدرة 6، أصول المسائل 7. نعم الشيخ. كل هم 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24. تمام. طيب، نعم. نعم. 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24. أنا خاف أعطي هذا هدية، بعدين هذا من فين أطلع له هدية؟ تعطي انت؟ خلاص هدايا عند الشيخ. طيب، اما هذول الكبار ما لهم شيء، ممكن ندفعهم هدايا. طيب، من يعرف الحساب؟ تعرف حساب؟ اوقف. نصف الاثنين واحد. خلاص الحمد لله، اجلس، خلاص انتهينا. نعم يا اخي، عندنا اثنين فيها نصف، الاثنين فيها نصف، انتهينا. ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد، ثلث الثلاثة واحد، معروف. ثلاثة قسمة ثلاثة، ثلث الثلاثة يعني ثلاثة قسمة ثلاثة واحد. تمام. والثلثين ثلاثة، نبغى منها ثلثين، كم؟ اثنين. كيف تخرج الثلثين؟ ثلث وتجمع عليه ثلث، يصير ثلثين. ثلث الثلاثة واحد، وثلثي الثلاثة اثنين. الحمد لله، أجلس. بسم الله. أنا خليني المؤدب حق الإمام مالك. أوقف، نشوف لك مؤدب الآن. الأربعة نصفها. نصفها 2. الأربعة نصفها 2، ربعها. ربعها. أربعة قسمة أربعة. واحد. واحد. الحمد لله، أجلس. ما شاء الله فرضيين. ها الشيخ. أوقف. الستة. نصف الستة. ثلاثة. ثلث الستة. ثلثي الستة. أربعة. سدس الستة واحد. تمام. بسم الله. الثمانية نصفها. أربعة. ربعها. اثنين. ثمنها. الله يفتح عليك، تعد، أنا شايفك. نعم. 12 نصفها. ستة. ربعها. ثلاثة. ثلثها. ثلثها 12 قسمة ثلاثة أربعة. ثلثيها 4 زائد 4 8. سدسها 12 قسمة 6 من جديد. 12 نصفها 6. ربعها. ربعها 3. ثلثها 4. ثلثيها 8. سدسها 2. الله يفتح عليك، ايش؟ لا لا، خذ السؤال وامشي، اوقف. 24 نصفها 12. ربعها 6. ثمنها 4. ثمنها 3. ثمنها 3. ثلثها 4. ثلثها 8. 8. لا حتكلم. ثلثيها 8 زائد 8 ستة عشر. سدسها 24 على 6 4 من جديد. لا تستعجل، إن شاء الله تدرك الأداء. نصف 24 والربع
ربع ستة. ستة والثمن. والثمن ثلاثة. ثلاثة والثلث. الثلث ثمانية. ثمانية والثلثين. 16. 16 والسدس. والسدس أربعة. ليش كل أربعة؟ أربعة 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 يا رجل. الله يفتح عليك. طيب كم بقي؟ ها؟ ربع ساعة. إحنا نوقف قبل عشر دقائق. طيب طيب الآن أنا فقط أكتب، ما حد يكتب. طيب واعذروني ترى أنا خطي يعني تعبان، بس عاد إن شاء الله أننا نمشي شوية. لا لا أترك الكتابة، أترك الكتابة، أنا اللي أكتب. أظن الأقلام إنها تعبانة. أخذنا إيش؟ الفروض المقدرة الستة صح؟ وهي ها من يقول؟ نصف. أقلام تعبانة يا شيخ. طيب هذا النصف، ثم الربع، ثمن يا رجل قلنا الثلثين والثلث والسدس. أصول المسائل اثنين وثلاثة وأربعة ستة ثمانية. تمام. أي مسألة فيها نصف أنت تبحث هنا، النصف موجود هنا، ها؟ إذن المسألة من كم تبدأ؟ هكذا خلاص مفهوم معي؟ أي مسألة فيها نصف من كم تكون؟ اثنين. تمام انتبه معي. أي مسألة فيها ربع؟ هذه فيها ربع؟ فيها ربع صحيح؟ لا ثلاث. لا واحدة واحدة يا أخوان امشوا معي. الاثنين ما تصلح، الثلاثة ما تصلح. إذن أي مسألة فيها ربع من كم؟ أربعة. تمام. مسألة فيها ثمن، الاثنين تصلح؟ لا. ثلاثة أربعة نصف ما نبغى، نبغى واحد صحيح ما نبغى نصف. ستة لا، إذن من ثمانية. ثلثين، الاثنين تصلح؟ لا لا الثلاث ما تصلح، الاثنين ما فيها ثلث. إذن من كم؟ من ثلاثة. وكذلك الثلث. السدس اثنين فيها سدس؟ ثلاثة أربعة. إذن من كم؟ ستة. تمام. سؤال جديد، من يبغى سؤال؟ ما شاء الله أوقف. مسألة فيها نصف ربع من كم؟ تمشي واحدة واحدة، اثنين تصلح، ثلاثة أربعة تصلح. تمام. مسألة فيها نصف، اعتبر هو ما يأتي بس امشي بس انت، نصف ربع وثمن، اثنين ما تصلح، ثلاثة ما تصلح، أربعة ما تصلح، ثمانية تصلح. الفروض كلها إذا اجتمعت ما تجتمع، لكن افترض أن اجتمعت من أربعة وعشرين، اجتمعت دون الثمن اثنى عشر، الستة تخرج منها النصف صح والثلثين والثلث والسدس. هذا إلى بعد المغرب إن شاء الله تعالى نكمل، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.